انه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في 12 مشرع بل 13 مشرع قولهم شرع، قولهم شرع مسلم ولا مش مسلم؟ بس لانه في بعض المسلمين اللي بسموا حالهم علماء بقول لك كيف بتكفر انت؟ لا انا بكفرهم مش اصلا، انا بكفرش الا من يقول انه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في مشرعين اي قول بيقولوا هو دين، يتفضل وانهم معصومين من الخطأ، يتفضل عالم يجرأ يجاوب على هذا السؤال ويقول لي من يعتقد انه هذا الاعتقاد انه مسلم، بدناش نقول كفار، دخل الاسلام هو اللي بيعتقد بمشرعين غير الرسول صلى الله عليه وسلم وانه احنا ملزمين بما يقولون وايش ما بيقولوا حتى لو هم سكرانين شو بيقولوا، طبعا هم ما بيسكروش يعني، بس بقول يعني حتى لو كان سكرانين، انت بتظنوا انه راح قلت حتى لو كانوا سكرانين صدفة؟ لا، في بعض كتاب الشيعة وصم بعضهم بانه كان يسكر من اللي بسموهم ائمة، انا بقولش لكن موجودة في كتب الشيعة انه فلان كان يسكر، هذا من يقولوا عنه ائمة، هذا اللي بيقوله انه هذول الناس كلامهم شرع، فالسند يصل الهم او للرسول كله شرع، هذا مسلم؟ انه عالم مسلم بيجرأ يقول مسلم، يقول لنا ما يقعدوش هذول المسلمين.